مشروع الصائم لهذا العام يستهدف أكثر من 40,000 مواطن من في قطاع غزة، جزء كبير منهم من الحالات المتعففة، والجزء الآخر بالشراكة مع المؤسسات المدنية والمجتمع المدني في قطاع غزة. بالإضافة أيضا هناك حالات قدمت لنا عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة من الذين يحتاجون المساعدة الشهرية. هذا الاستهداف يأتي لتخفيف العبء عن شعب المكلوم في قطاع غزة. القسيمة الشرائية، نحن القسيمة الشرائية تعطى للمواطن بطاقة تسوق حر مباشر من داخل السوبر ماركت، يتم التعاقد معها بأقل الأسعار بعد عمل مناقصات وعرض أسعار وفتح المضاريف أمام الجميع، ونأخذ الأسعار التي تناسب المواطنين. لذلك الحرية الكاملة لهذا المستفيد أن يتجول ويتسوق داخل السوبر ماركت ويختار ما يشاء من المنزل باحتياجات المنزلية عفوا. يعني هذا يعني رأينا أن التسوق الحر المباشر قد يكون أفضل من موضوع الطرود، أنه نحط يعني أن نضع لهم في كراتين أغراض محددة بالضبط، ولكن التسوق المباشر يسمح لهم باختيار ما يشاءون من داخل السوبر ماركت. قيمة القسيمة تقريبا 100 شيكل إسرائيلي. نعم، سيتم تنفيذ هذا المشروع في أكثر من سوبر ماركت، تقريبا 40 سوبر ماركت في قطاع غزة، في الخمس محافظات في قطاع غزة. الخمس محافظات في قطاع غزة سيستمر العمل بهم لمدة تقريبا أسبوع أو 10 أيام.